حالة من التنميل أو شعور بالخضران في منطقة الوجه ومنطقة الشفايف، شعور نشعر فيه أحياناً وأحياناً ما بيكون. شو هو وكيف ممكن نعالجه؟ شو بيسبب الخضران؟ طبعاً الخضران ممكن بالعادة تكون موجودة أو مسببة بسبب كل التروية الدموية، وهذا اللي بنشوفه مع مرضى السكري. كل التروية الدموية بسبب خلل في توريد الأوعية الدموية الدقيقة، الشعيرات الدموية لمنطقة الجلد، وهذا الخلل سهل طبعا حله مع حل المسبب اللي هو عمل بعض الحركات، بعض المساج اللي تنشط الدورة الدموية، وفيها الحالة بروح الخضران. أو نكون حاطين إجر على إجر، بعد ربع ساعة بنحس كل إجرنا خضرانة، فقط بنشيل إجرنا نتحرك شوي، بنحرك العضلات، برجع الأمور لوضعها الطبيعي. الحالة الثانية اللي هي المشاكل العصبية. المشاكل العصبية مقسمها لقسمين، قسم بيكون أصله في الدماغ، مشاكل في الدماغ، إحنا بنحكي عن جلطات، بنحكي عن باركنسونز ديزيز، بنحكي عن التصلب اللويحي، بنحكي عن شلل دماغي، بنحكي عن أمراض عصبية تانية بتكون موجودة في خلايا الدماغ. إذا كانت المشكلة في خلايا الدماغ، إذا في هاي الحالة الأعراض مش بس بتكون موجودة بالوجه ونمنمة وخضران ونزول في العين وعدم المقدرة على تسكير العين، والفم بصير فيه نزول، الإيد بصير فيه عنا مشكلة في الجنب، جنب واحد يعني يا اليمين يا الشمال، في هالحالة بصير عندي ضعف، بصير عندي رج في الإيد، بصير في عندي خضران، بصير في عندي حرارة في الرجل، نفس الشيء يعني الإجر والإيد والوجه. في هالحالة بنقول ممكن إنه من الدماغ، بس إذا الموضوع فقط في منطقة الوجه ممكن يكون من عصب فرعي، من عصب فرعي زي مثلا العصب الخامس اللي هو بيعمل عملية التهابات العصب الخامس بعد لفحة أو التعرض لبرودة على الرقبة. في هاي الحالة بنشعر في الخضران بس فقط موضعي، بدون تأثير على الكلام، بدون تأثير على العينين، بدون تأثير على حركة الإيد والرجل في الجهة المصابة. بس إذا الأعراض في قسم واحد ومتكررة، ففي هالحالة لازم نراجع الطبيب اللي نعرف شو التشخيص الدماغي للموضوع. إذا كانت المشكلة أعصاب زي اللي بيحصل مع العصب السابع والتهابات العصب السابع والشلل اللي بيصير البلس بالس للوجه بسبب المشكلة في العصب السابع اللي هو عصب حركي وحسي، نفس حركي وحسي يعني.